السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنرسم النهاردة إن شاء الله 3 رسومات. أول رسمة إيه؟ تمام. بسم الله. بضغط كنترول لما باجي اعمل علاقة مع حاجة، بضغط كنترول يعني مثلا انا عايز اعمل تانجنت مع الخط ده، هو كده كده تانجنت اهو، خلاص تانجنت مع الكيرف اللي تحت، بضغط على الخط وبعدين كنترول وبعدين على الكيرف، هيظهر لي هنا الليست دي، بتك على تانجنت. تمام، نفس الكلام برضو، عايز اعمل دي تانجنت مع الخط ده، في البروبرتيز هنا بختار تانجنت، اتك اوكي. تمام، نبدأ نحط الأبعاد بقى. عايزين برضو نعمل علاقة بين النقطة دي والنقطة دي، إن هما على نفس ال horizontal، على نفس الخط يعني، على نفس الارتفاع. تمام، و نفس الكيرف ده نحطه ماشي بعد كده 50. اوكي، هنا البعد 85، تقريبا كده رسمة كلها تمام. شارب فيتشر، سمك الرسمة كلها 15. سكتش سيرفيس، عشان رسمنا على السيرفز فهنطلع الاكسترود بتاعها بس اللي هو 20. ممكن حد يرسم على البلان، يعني مثلا لو احنا، لو حد عمل على الفرونت بلان ده كده و وضغط عليه سكتش يعني، فالمهم ان هو يرسم على البلان من ورا من الحته دي كده، فهتضطر وانت بتعمل اكسترود ما تعملوش 20 بس، تعمله 20 زائد 15 بتاعت السمك اللي هو اللي انت عملته الاول اللي هو ده. تمام، انما انت لو رسمت على السيرفيس زي ما احنا رسمنا كده
هتطلع الاكسترود بتاعك هيبقى 20 بالظبط، اللي هو الخانة بتاعت الاكسترود يعني، هي في الرسمة الأساسية. إنما عشان لو غلطت مثلا عملتها من على البلان من ورا وجيت تعملها 20، هتلاقي لحد هنا كده هتلاقيها صغيرة، بزاد عليها الحتة اللي هي 15 اللي هي بتاعت الاكسترود الأول، ونبدأ نقطع بقى من هنا تقريبا، وهنا كمان بس مش عارف السنتر. عايزين نعمل علاقة بين ده وبين الكيرف ده، الاتنين على نفس السنتر، هنعمل كونسنتريك. نفس الكلام في الكوز ده والكوز ده، السنترنج ده كده كده كونسنتريك، تمام. نحط الأبعاد بس، البعد ده 20 والبعد ده القطر ده 20، القطر ده 15، هنا ده 40، هنا 6، تمام. كله فل الفاين كده، يعني اكسترود كات ثرو بس كده، تمام. اللون بقى هنمسح البورد، لأن ال في البروبرتيز هنا لما تختار أول صورة اللي هي بتاعت البورد دي بتلون لك البورد كامل، فأنت مش عايز تلون البورد كامل القدرة التانية دي، عايز تلون بس اللي هي الكربات من جوه والتوب اللي أنت عملتها يعني. فأنت تختار التانية اللي هي بتلون سيرفيس بسيرفيس، تختار لون تاني أي لون أنت عايزه يعني. طبعا الأصغر مش لاقي خالص، بس بس كده تمام. زي الفل كده، تخش على سيف اس بقى تحفظها، يستحسن تحفظها الأول كسوليد عشان لو طلبت منك السكشن ولا حاجة، وبعدين ترجع تحفظها بعدين ترجع تحفظها بديل. تمام كده، خش على بعدها بقى إن شاء الله.